سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة حول العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. والحقيقة أولا عايزة أقول لكم أنه حلقة النهاردة مسجلة، وزي ما عودتكم دايما إحنا موجودين لتلقي أسئلتكم وطلبات صلواتكم واقتراحاتكم وكل اللي تحبوا تشاركونا بيه على صفحات البرنامج وعلى صفحات قناة الحياة جميعا على الفيسبوك والويب سايت الخاص بقناة الحياة. ولكن أيضا أنتوا عارفين أن تليفون البرنامج ده دايما متاح ليكم أنكم تتواصلوا معايا ومع فريق العمل. أيضا برحب بيكم النهاردة في حلقة متميزة مرة أخرى، لأنه عندي ثلاث ضيفات متميزات جدا. ولكن أيضا موضوع حلقة اليوم، الحقيقة أنه الموضوع النهاردة مش هين ومش سهل علينا نقدمه. قدمنا لكم كتير حلقات عن جرائم الشرف أو جرائم غسل العار من بلاد مختلفة كثيرة حول العالم الإسلامي وكمان في الغرب، اللي بيقع ضحاياها بنات صغيرات وسيدات وأحيانا عائلات بالكامل، يعني عيلة بالكامل تروح ضحية ثورة أب لأنه شايف أنه ده لمس عاره وشرفه، ويعني القضية تصبح خاصة بيه هو. الحقيقة أن أنا من يومين بالتحديد كنت بسمع حوار لمجموعة من النسويات العراقيات، وقلبي انكسر جدا وإحنا بنسمع عن قصة ضحية جديدة لهذا العنف الأسري والعنف المجتمعي والحكم المجتمعي عليها وأيضا الديني عليها. وهي يعني من كل ما سمعت من أصدقائها ومن متحدثين في الموضوع من بلدها ومن الراجل اللي كان يعني بقاله 3 سنين بيحاول يخطبها، إنها بريئة تماما من كل اتهاماتهم ومن كل ما نسبوه إليها. البنت اللي بنتكلم عنها النهاردة هي دينا الثائر أو دينا ثاير بلغتكم، لكن هيكلمونا عنها النهاردة ولاد بنات بلدها، وهم اللي هيقدموا لنا قصتها بعد قليل. لكن خليني أولا أقول لكم أنه اسم حلقة اليوم هي حقي في الحياة. الحق في الحياة حق لكل واحد وواحدة مننا، والنهاردة إحنا نقف في الثغر من أجل حق كل بنت وكل ست في الحياة. خليني أرحب بضيفتي الأول الأستاذة رحاب بسيوني، وهي الحقيقة هتكون معنا لأول مرة على برنامج المرأة المسلمة النهاردة. أستاذة رحاب أهلا بيكي، أنا سعيدة جدا أنك تكوني معنا النهاردة وتكوني صوت للنساء اللي أنت بتتكلمي عنهم أوريدي في برامجك. مرسي جدا أستاذة أماني، أنا اللي سعيدة جدا بوجودي معاكم وسعيدة جدا بظهوري على قناتكم، ممتنة جدا للفرصة العظيمة دي، وكنت أتمنى أن الحديث ما يكونش ذو شجون ولكن هو واقعنا مش هنهرب منه. نعم، خليني بس أقول للمشاهدين أنه الأستاذة رحاب هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، في يعني بالنسبة للمرأة بالذات، تخصصك المرأة بالذات، لكن حقوق الإنسان يعني تجمل الرجل أيضا. هي أيضا لها قناة خاصة على اليوتيوب ومستنيرة وجميلة وبتقدم أفكار جديدة وحلوة، فأنا سعيدة أن أنا أستضيفها. وأيضا لها مداخلات على البودكاست في الراديو، ف يعني أنا سعيدة أنه خبرتك النهاردة هتساعد السيدات اللي هيشتركوا معانا وتكوني صوت آخر يقف في الثغر من أجل بناتنا عموما. النهاردة نتكلم عن العراق بالتحديد خاصة. مرسي جدا للتقدمة العظيمة يا أستاذة أماني، مرسي جدا لحضرتك، مرسي جدا للجميع. العفو حبيبتي، شرفتيني. النهاردة زي ما قلت هنتكلم عن العراق بالتحديد. أنا قدمت قصص كثيرة من العراق، وكان يمكن آخرهم، آخر قصة اتكلمت عليها بالتحديد كانت قصة ملاك، يعني كانت حياتها
الحقيقة مؤسفة جدا، وانتهت نهاية مؤسفة جدا بحرق جوزها ليها وموتها بسبب ده وتعذيبها. يعني كانت الحقيقة قصة بشعة جدا. لكن النهاردة احنا بنقدم قصة من نوع آخر. أنا عايزة إن احنا ندخل معانا الأستاذة أبرار من العراق، لو هي موجودة يعني يا ريت تدخلوها لي. أستاذة أبرار، أهلا وسهلا بيك ست أماني. أهلا بيكي حبيبتي. أستاذة أبرار مرحبا بيكي، أختنا أيضا ناشطة حقوقية أيضا، وليكي صوت واهتمام بهذا الأمر. لكن النهاردة أنتي كمان صوت لبنات العراق، وأنا سمعت منكم اللي أنتوا قدمتوه على في الغرفة اللي كنا بنتكلم فيها، والحقيقة يعني تألمت جدا من الشهادات اللي كانت بتقدم. بس هل ممكن إنك تقدم لنا قصة الضحية دينا الثائر؟ أهلا وسهلا بيك. دينا الثائر هي بنية عمرها 20 سنة من محافظة الديوانية جنوبي العراق. هذه بنية كانت على يعني علاقة حب مع شاب تقدم لخطبتها أكثر من مرة، وجرب وحاول، لكن كان الرفض قوي من أهل البنية، إلى أن اكتشفوا هذا الشيء مجموعة من عمامها أو خوالها، واعتدوا عليها بالضرب، وتكرر هذا الموضوع من قبل والدتها ومن قبل والدها اللي معروف بالمنطقة بسوء خلقه وتعاملة جاف ويا الجميع. فانتهى الأمر بهاي البنية إنه أرسلت تسجيلات صوتية للشاب اللي كانت مرتبطة بيه تستنجد بيه من العنف اللي كانت تتعرض له، والتسجيلات الصوتية الخاصة بالعنف هي موجودة وبصوتها وهي تستغيث، لكن بعتها البنية على أساس إنه انتحرت. للآن يعني هذا الشيء اللي على أساس سجل بشكل رسمي. للأسف إحنا بالعراق بسبب الهيمنة العشائر ماكو تحقيق يعني جيد في هكذا نوع من الحوادث، فتسجل غالبا انتحار. لكن إحنا على الأغلب من روايات ناس على صلة بيها، من رواية الشخص اللي هي مرتبطة به، الكل يقول إنه هي على الأغلب قاتليها، لكن هذا الشيء لحد الآن إحنا ما عندنا دليل أو شيء قانوني إليه للأسف الشديد. يعني الحقيقة قصة الانتحار يعني دي بنسمعها كتير، يعني كانت من القصص القريبة اللي ادعي فيها انه في انتحار، كانت قصة إسراء قريب. أستاذة رحاب، هل تحبي يكون ليكي تعليق؟ عندك سؤال للأستاذة؟ تفضلي أبرار. الحقيقة القصة كأننا ما أشبه اليوم بالبارحة، يعني اللي هو القصة النغمة اللي متكررة في حياة كل بنت عربية، كل بنت في الشرق الأوسط، الشرق عندنا معظم الضحايا بتكون بنفس الطريقة، مجرد حتى أحيانا مجرد اشتباه، أحيانا بيكون مجرد تخليص حق، زي ما حصلت لو ممكن أذكر حادثة إيمان، الفتاة المصرية اللي جوزها تخلص منها فقط عشان يتخلص منها، حاول يبحث لها عن قضية شرف، أصبحت أي كلمة قضية شرف هي الحاجة الواضحة الظاهرة في حياة معظم النساء الشرقيات، كأنها ثم أي كلمة مجرد ما تتحدث بكلام عن أي سيدة من السيدات ممكن أن تفقد حياتها حتى دون تحقق. والأمر بيكون عادي جدا لأن المشرع نفسه لا يكترث، والعقل الواعي الجمعي نفسه عنده استعداد لإدانة المرأة في أي لحظة، أي لحظة هو مستعد تماما لإدانة المرأة، فبالتالي اللي بيتصرف بأريحية للأسف. يا للأسف. الحقيقة عشان أذكر الناس بقصة إيمان، إيمان فتاة مصرية جميلة جدا، عندها طفل صغير كان يمكن عدة شهور هذا الطفل، والراجل جوزها كان عايز يتجوز واحدة تانية، فقرر إن هو يبعت لها حد يغتصبها علشان يلصق بيها جريمة شرف. ولكن هذا الرجل بدل ما عمل كده يعني بس، لكن كمان قتلها، وكانت ضحية
جوزها بهذا الشكل، لكن يعني حتى لو ربنا برأ البنت من انها من انه ده حصل، ولكن شوف هذه هي الوسيلة اللي بتخلي الراجل ياخد حكم مخفف، عايز يقتل مراته وياخد حكم مخفف، والانتحار ايضا وسيلة اخرى. ابرار، يعني كلميني شوية عن مجتمعك، كيف يرى هذا النوع من الجرائم وكيف تتعامل الدولة بيه معه؟ احنا راح اتحدث لك عن بارتين او جزئين لهذا الموضوع، الجزء الاجتماعي المتمثل بالمجتمع العراقي طبعا، والجزء القانوني. الجانب الاجتماعي للاسف احنا بالعراق عندنا هيمنه كبيره للعشائر، خاصه بالوسط والجنوب. بعض المناطق توصل سلطه العشائر اعلى من سلطه القانون نفسه، يعني من ناحيه النزاعات المسلحه، تعاملهم مع المراه. للآن عندنا قضية، ما أعرف إذا هي تعرفوها أو لا، نظام الفصلية، إنه إذا تعاركت قبيلتين أو عشيرتين ويا بعضهم وحبوا يتصالحون، فيهدون مرأة من القبيلة الأولى للقبيلة الثانية، هاي المرأة لا تنقطع علاقتها تماما بأهلها، يعني تعتبر كالخادمة عندهم. هذا النظام للآن ما مجرم بشكل رسمي، عادي تستخدمه صح، هو قل بشكل ما لكنه موجود، بالإضافة إلى زواج القاصرات، ما عندنا مادة بالقانون تمنع هذا الشيء. تعرفي زواج عندنا بالقانون قد إيه عمر الزواج في القانون العراقي الآن؟ العراقي يسمح زواج البنية بعمر 15 سنة بموافقة ذويها، يعني أبوها يجي يكون وياها بالمحكمة. بزواج منتشر، وعندي شيخ أيسن يعني يقدر يتزوج الرجل بنية من عمرها 13 فما دون، عند الشيخ. وللأسف هذا الموضوع منتشر بكثرة بالمجتمع. المشكلة اللي هو المشكلة تقصدي عند الشيخ، يعني بيتجوزوا جواز نعم شرعي. في نعم شرعي، ولما توصل السن ال 15، يعني هاي تحت سن 13، توصل السن ال 13 ال 15 اقدر، ويوثقونه بالمحكمه بحضور ولي امرها على حد علمي. المهم للاسف هذه الامور حتى من ناحيه المجتمع ما جاي يتعامل وياها بشكل حازم، يشوف عادي هوايه عوائل قابله بتزويج بناتهم، هوايه عوائل. اذا نظرنا لجرائم الشرف، تشوف جرائم الشرف شيء طبيعي، يعني اليوم من تسال عائله انه هذه البنيه شلون ماتت بنتهم، والله انه هذه ماتت بجريمه شرف، اوكي يعني خلص انتهى الموضوع، كانه شيء مسلم به، يعني أي ارتكبت البنيه هذا العمل اللي هو ثلاث ارباعه قد يكون احيانا افتراءات واصلا اشياء غير موجوده، أي لكن تغطيه مجتمعيه. من الناحيه القانونيه، وهي هنا البلوه، الناحيه القانونيه بالعراق ضعيفه جدا فيما يخص المراه. عندنا ماده 409 من قانون العقوبات العراقي اللي تنص على انه الرجل من حقه، سوري، اذا فاجئ زوجته او احد محارمه، اذا راح احكي لك اياها بشكل قانوني، تنص الماده 409 من قانون العقوبات العراقي انه يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن 3 سنوات من فاجئ زوجته او احدى محارمه في حاله تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال، او قتل احداهما، او احتدى عليهما بالضرب، او فأفضى الى الموت او الى عاهه مستديمه. تخيلي انه هذه الماده تعطي الصلاحيه للرجل او للاب انه يقتل بنته او يقتل زوجته في حال انه لقاها بهذا الوضع. طيب للاسف نعم. أنا يعني أنا هناقش المادة دي على حدة بعد قليل، لكن يعني طبعا على فكرة أستاذة أبرار والمشاهدين، إنه مواد شبيهة بهذه المادة غالبا في القانون المصري، برضو في القوانين الدول الإسلامية، معظم الدول الإسلامية في هناك مواد شبيهة بهذه المادة أو ثغرات في القوانين، يعني تؤهل لحكم مخفف على الرجل، إذا كان اعتبار نفسيا ولا مشاعره والكلام ده كله. لكن أبرار، أنا سمعت وإحنا يعني في الغرفة اللي كنتوا بتتحدثوا فيها عن دنيا، سمعت الكثير من الشهادات من بنات عراقيات بيعانوا بشدة
يعني في أسرهم وعندهم مشاكل يعني كثيرة جدا. في منهم بيقولوا احنا بنعرفش نخرج، احنا نعم نصحى الصبح نطبخ وننظف ونعمل ونقعد لحد ما تيجي الوجبة التانية نكمل الشغل، لكن ليس لهم حياة خاصة. أنا عايزاكي تقدمي لي بعض من هذه الشهادات، 2 3، حتى يفهم المشاهد اليوم شكل حياتكم إزاي. للأسف يعني أرجع وأقولها إنه الوضع المرأة بالعراق سيء جدا جدا. ما عندنا قانون، حتى قانون العنف الأسري هذا قانون جدا بسيط، على الأقل هو صح في بعض الثغرات لكن يضمن حقوق النساء. ما عندنا هذا القانون، ما صوت عليه لحد الآن. تخيلي، أنا أعرف هواية نساء يعنفن من قبل أهلهم، لكن وين تروح؟ ببساطة وين تروح؟ لأن إحنا ما عندنا دار لإيواء المشردات أو سوري المعنفات، فتتحمل ضرب أهلها لأنه ما تعرف وين تغطي وجهها. وأيضا والنقطة الأهم، إذا البنية المعنفة راحت للشرطة المجتمعية بكل بساطة، حتى لو إجت لهم يعني شابع ضرب مثل ما نقول عندنا، الشرطة المجتمعية فقط تاخذ تعهد من أهلها. تخيلي، تعهد فقط انه لا تتعرضي لها بالضرب مره ثانيه، وترجع البنت مع القاتل او مع المعتدي عليها، المعنف دايما يعني. او المعنف. تخيلي مدى صعوبه هذا الموضوع، هاي في حاله قدرت انه تشتكي. هوايه بنات حتى ما يملكون موبايلات انه يشتكون، يعني ما تعرف انه شنو تحكي. انا قبل مده، يعني بمدينتي قبل شهرين من الآن، بمنطقة قريبة من عندي اكتشفنا جثة بنية مقطعة حرفيا، وانسدت القضية بدون أي تحقيق، بدون أي حتى يعرفون إنه شنو حدث مع هاي المرأة. في الشهر الرابع فقط عندنا 17 امرأة قتلت. تخيلي، 17 امرأة قتلت، ما نعرف عنهم حتى أي معلومات. لربما نلقاهم وحده من عندهم مثوبه في 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 سوري القمامه او هكذا مكانات، وما نعرف تفاصيل عنهم. تخيلي، 17 جثه امراه ما تعرفوش مين اللي قتل. في الشهر الرابع من سنه 2021 فقط، واحده من عندهم قدرنا نعرفها منه، اللي هي كانت معلمه طلعت من مدرستها، صعدت ويسائق تاكسي اعتدى عليها وتحرش بيها وبعدين قام بقتلها. هذه فقط عرفناها من محافظة الديوانية، أيضا نفس محافظة دينا ثائر. فالوضع مزري، الوضع جدا 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 صعب. احنا جاي نحاول نساعد، لكن شلون نساعد إذا هي الشرطة المجتمعية ما جاي تساعدنا؟ يعني تخيلي مدى صعوبة هذا الوضع. أكو نعم نساء عراقيات يحرمنا من التعليم، أوكي، تحرم المرأة من التعليم، يعني حتى تحرم. في أنا المدارس الابتدائية، إعدادية، ثانوية. نعم، إذا ما عجبتك إنه بنت تكمل، خلص تبطل ويزوجها بعمر صغير. موجود ومنتشر بهواية مناطق، أكو مناطق أو محافظات عراقية حتى ما نعرف عن وضع المرأة بيها شيء. تخيلي حالات العنف الأسري، ما عندنا توكيد حقيقي إلهم. يعني شايفة، ما عندك أنت، أنا اليوم أريد مثلا أتحدث عن تقرير يخص العنف الأسري أو تقرير يخص جرائم الشرف، أنا ما عندي منظمة حكومية تنطيني أرقام واقعية. تخيلي، المشكلة عويصة، يعني عويصة جدا. خليني أبرار، خليني أتجه للأستاذة رحاب إذا كانت تحب توجه لك سؤال أيضا في الأمر ده، لأنه إحنا يجب أننا نبحث في الأمر ونتكلم عنه بصورة منطقية وعلمية ومدروسة، فإحنا محتاجين المعلومات منكم. أستاذة رحاب اتفضلي لو عندك سؤال. هو الحقيقة أنا بس عندي تعليق وبعدين سؤال. اتفضلي. أنا وأنا بسمع الأستاذة أبرار، أنا مش شايفة فرق كبير قوي ما بين واقع في العراق ولا واقع في مصر ولا في أي صحيح. حاجة. يعني بلاقي إن في تطابق رهيب بين حالات نفس الحالات. يعني لو هناك عندهم زواج القاصرات والأولي الأمر بزوج، إحنا عندنا في الريف زواج يطلق عليه الزواج السني،
الأب والبنت أو ولي الأمر كما يطلق عليه بيتم تزويجها ما دون سن ال 18 بعيد عن الدولة تماما، بعيد عن قبضة الدولة، وبياخدوا شيكات على العائلات على بعض، وبعد ما بتتم ال 18 بيوثق الزواج ده. يعني احنا عندنا نفس الحال وتزويج القاصرات، ودايما بيكون عندك مرجعية من الميثولوجيا الدينية والميثولوجيا الشعبية بتدعم كل المواقف تجاه الأنثى، وبتدعم كل التصرفات السيئة حتى في التعنيف، بيشوفوا انه جزء جدا، انه جزء حق انه ولي الامر يعنف المراه. فانا ما بشوفش ان الواقع مختلف، وممكن ابشع مشهد بشوفه عندنا مثلا في مجتمعنا، ان لو تم اغتصاب بنت انه العقاب اللي بتقدمه للمغتصب انه يتجوزها كانها هي شيء، اللي كسر حاجه يصلحها. فالامر مرعب في اي مكان. فانا الاستاذه ابرار، فكنت احب اسال حضرتك، هو يعني ما فيش اي توثيق لكل الحوادث دي، ولا في مكان معين مثلا انتوا بتمارسوا عملكم تجاهه عشان تحاولوا تساعدوا، بحيث انه ان الناس تبدا تدعمكم، او النظام ازاي؟ انتوا مجرد بتعملوا اشياء بشكل فردي، ولا فعلا في تنظيم معين لمساعده المعنفات؟ لو حضرتك يعني تتوضح لنا الامر. تفضلي أستاذة أبرار. فيما يخص الجهات الحكومية، لا، ماكو مساعدة حكومية حقيقية بهذا الموضوع، أوكي؟ لأن إحنا ما عندنا قانون عنف أسري اللي حاولنا نضغط على الحكومة به من سنة 2019 للآن، وما انقر أيضا بسبب معارضة الأحزاب الإسلامية لهذا القانون، لأن يعترفون ضد ديننا وضد عاداتنا وتقاليدنا، هذه الأمور اللي تقال دائما. اما عن مساعده المعنفات، فاكو يعني فقط هذه المساعدات اللي قد تكون ماديه من قبل منظمات المجتمع المدني، اوكي، المنظمات الغير الحكوميه، وهي مساعدات بسيطه جدا، لكن هذه في حاله تشجعت الفتاه واتت لهذه المنظمه او تواصلت وياها، لكن من الغالب لا، يعني الاب ما راح يخليها اصلا تطلع من البيت، او الزوج او المعتدي عليها. فهذه المشكلة. فيما يخص المساعدة، نعم أكو محاولات للمساعدة لكنها ضعيفة، ضعيفة تماما، يعني لا تتعدى حالات فردية توصل لنا نحاول نتعامل وياها، نحاول نوصل لها. أحيانا ما تقدر، يعني قبل مدة واحدة من البنات اللي أنا أعرفهم وعندي علاقة بيهم، اللي هي تعتبر صديقتي، ابنية تعتبر قضاء تسكن بالبصرة، المدينة اللي أنا عايشة بيها، تعرضت للتعنيف المميت من قبل أهلها، المميت، يعني ضرب إلى أن زرارق جسمها، حتى أنه شلعوا شعرها مكانات، لأن راسها بقت فارغة بدون الشعر. تخيلوا، هاي البنية ما قدرت تطلع من البيت حتى تقدم شكوى، وقالت حتى لو في حالة طلعت من البيت هي تعرف ما ينتظرها، تعرف أنه الشرطة المجتمعية راح ترجعها لأهلها. فبقت متحمله الضرب، وبقت متحمله كل شيء يجيها في سبيل انه لا ترجع لاهلها مره ثانيه. تخيلوا، فللاسف ما عندنا حلول حقيقيه للمشكله، للاسف يعني. أستاذة أبرار، أنا بشكرك على شهادتك النهاردة، وأنا وعدتك وعدت الأستاذة ماسة و ال ال يعني ال العاملات في مجال حقوق المرأة في العراق، إن إحنا سنخصص حلقة خاصة ليكم تتكلموا عن المشاكل اللي بتواجهوها والأدوات اللي أنتم محتاجينها، ويعني بقدر الإمكان نقدر نساعدكم. أنا بشكرك على شهادتك وربنا يباركك، وأسفين جدا إن إحنا النهاردة بنعزيكم بنات العراق في أختنا دينا ثائر. أشكرك. للأسف. أسفين لحضرتك جدا. أسفين جدا. إلى لقاء عزيزتي. طيب، هتكون معانا بعد قليل الأستاذة ماسة أيضا من العراق، وهي أيضا ناشطة في حقوق الإنسان وفي مجال المرأة خاصة، ومتخصصة في هذا المجال أيضا، وتكلمنا عن نفسها وعن القصة. البنت اللي بنتكلم عنها النهاردة، هذه الضحية، هي دينا ثائر. عندنا صورة ليها تقدروا تحطوها وقت ما تكون جاهزة، علشان ما ننساش، علشان ما ننساش انه دول سيدات، بنات ليهم حق في الحياة، وليهم اسم، وكان ليها أمال وأحلام ورؤية، ويعني أهداف في المستقبل.
كانت ممكن تبقى أم لأحفاد للناس اللي قتلوها دول، يفرحوهم ويملوا العيلة ويملوا البيت، لكن للأسف لم تستطيع أنها تمارس حقها الطبيعي في الحياة، أن تختار من تحب. خليني أروح للأستاذة رحاب. أستاذة رحاب، يعني لو ليكي تعليق على هذا الأمر، إحنا عندنا زي ما قلتي جرائم مماثلة، لكن يعني المجتمعات الشرقية لا تستطيع إنها تكون صريحة وتدي إحصائيات صريحة عن مشاكلها الواقعية، فدي يعني دي نقطة هامة جدا، إزاي نغير ده؟ يا فندم، الأول لازم يعترفوا إنها مشكلة. دي المشكلة نقطة كلها مهمة. إنهم المشكلة كلها تكمن في إنهم شايفين إن ده جزء من الحياة، من طبيعة الحياة، إن البنت اللي ما تمشي بطريقة مش عجباهم، أيا كانت مش عجباهم، أيا كانت المسطرة الأخلاقية اللي هم هيستخدموها في القياس لتصرفاتها وسلوكيات البنت، هم حرين في المسطرة دي، عندهم كامل الحرية، كامل رحابة الفكر، ما عندهمش قانون يحكم الأزمة. إن هو شايفين إن ده الطبيعي، إن المرأة لا تملك جسدها، لا تملك حياتها، لا تملك أي شيء، فطبيعي. فهم مش حاسين إن في مشكلة عشان يقننوها أو يصنفوها أو يحطوها، بالعكس ده هم شايفين إن ده جزء من التباهي بالشرف، جزء من الفخر، وجزء من الفخر ان انا شخص محترم، ان انا شخص شريف. اي بؤس، اي بؤس ان يجعل المجتمع شرفه في جسد امرأة، اي بؤس. انا بشوف الحقيقة المجتمعات اللي عندها تحقق منخفض، المجتمعات التي لم تحقق اي شيء على المستوى العالمي في الحياة، لم تقدم للبشرية الكثير، لا لازم تسجن نفسها في نوع من انواع التحقق الفارغ المضمون. التحقق فارغ المضمون الذي لا يكلف الانسان اي سعي او جهد، فما فيش افضل من ان هو يتحكم في جسد امرأة اضعف منه. خلينا نطرح السؤال، ماذا لو كانت المرأة تمتلك نفس القوة من العضلية؟ ماذا كذا سوف يحدث؟ هل سوف يكون حلال ضربها وتعنيفها؟ ولا هيكون في ندية هنا في التصرف؟ يعني ده سؤال كويس، بس هو في نساء تمتلك القوة العضلية بس لا تستخدمها لأن نفسياتهم اتكسرت، ولأنه مش هو ده ده الحل، حقيقي، يعني مش هو ده ده الحل. حقيقي. احنا لا ده أنا بقول يا ده أنا عارفة إنه ده طبعا افتراض من حضرتك، كده بس يعني. عارفة ليه الست ما بتستخدمش ده؟ لأن الست بتدور على الحل الباقي، يعني هي بتدور على الحل الحقيقي. الست مش عايزة تكسر عيلتها ولا تكسر بيتها ولا تكسر أبوها، ولكن يعني هذا هو الحال. خليني أرحب بالأستاذة ماسة. أستاذة ماسة مرحبا بيكي، وأسفة كتير على يعني انتظارك النهاردة وصبرك علينا. أهلا بيكي حبيبتي. ألو أستاذة ماسة معانا؟ طيب أوكي، على ما ترجع نكمل حوار. أشكركم. يعني أستاذة رحاب، كون الراجل الشرقي ينظر على إن المرأة هي يعني يعني الصورة لشرفه وشرف العيلة والكلام ده كله، الحقيقة إنه ده بيجعلهم أكثر قسوة، يعني ويبالغوا في القسوة، وكلما بلغوا في القسوة كلما يعني ظهر إن الراجل ده كويس ومتشدد ودي عيلة محافظة، ويعني على مقاييس مختلفة تماما. يعني شفت صورة لأبو دنيا لابس شيك وواقف في حتة، واضح إن هو واقف يعني بيتفسح، رايح بيتفسح ومهندم نفسه قوي كده، لكن البنت تيجي تحط شوية مكياج ولا تكحل عينيها ولا تلبس حاجة شكلها مثلا لون فاتح شوية، يبهدلوها ويضربوها ويمنعوها والكلام ده كله. ايه هذه المفارقة الرهيبة في مجتمعاتنا؟ هو حط لأن تصنيف المرأة كأنها هي رأس الغواية، المرأة هي الغواية. إذا يعني من الناحية على كل المستويات، إحنا مش عايزين حتى نتطرق لقضايا شائكة لكن على كل المستويات في الميثولوجيا الدينية والشعبية، المرأة هي أصل الغواية.
فدايما اي تصرف منها محسوب على انها هي اس الفساد، فبالتالي هي ممنوع عنها كل شيء، ممنوع عنها انها تتزين، ممنوع عنها الحياه نفسها، محرمه عليها الا في اطار معين، هو محطوط اطار معين للمراه تمشي من خلاله، غير كده كله غير مقبول، كله غير مقبول، حتى اختياراتها هي مش غير قادره على الاختيار طيب احنا لحد دلوقتي. يعني النهارده هنتطرق الكلام ده برضو، بس خليني اخد مداخله الاستاذه ماسه ولازم نقول الحق، ما احنا لازم هنقول الحق. استاذه طبعا ماسه اتفضلي، اهلا بيكي. هي سمعانا؟ طيب اهلا وسهلا ست اماني. اهلا بيكي عزيزتي، وشكرا على كرمك في انك توافقي على يعني انك تشاركينا النهارده في البرنامج. الاستاذه ماسه هي يعني ناشطه في حقوق الانسان في مجال المراه، ليها باع طويل في الامر، وانا يعني متطلعه جدا اني اسمع صوت العراقيات من خلالك. كانت معانا الأستاذة أبرار منذ قليل، واتكلمنا عن قصة دنيا، واتكلمنا عن بعض الشكاوى المريرة اللي بتقدمها البنات والسيدات العراقيات، واتكلمنا يعني بسرعة عن موضوع القانون 409 ده، لكن حابة أسمع منك أنتي، يعني اديني فكرتك الأولى اللي تحبي تقدميها للجمهور المستمعين النهاردة، وبعدين نتكلم في القانون. تفضلي. أولا العفو والشكر لحضرتك على استضافتي، هذا شرف كبير إلي. بما يخص الوضع المرأة في العراق، إذا حابة أتكلم عنه، فالوضع جدا سيء للأسف على المستوى الإنساني وعلى جميع الأصعدة الإنسانية. الوضع جدا سيء بالنسبة للمرأة العراقية، سواء التي تدرك ذلك السوء أو التي لا تدركه بعد. يعني وضع المرأة في القانون وفي العرف والعادات والتقاليد هي عبارة عن كائن يتم سحقه كل يوم بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة ومزرية جدا. المرأة تقتل وتسجن، ويتم تحريمها من التعليم، ويتم تتم إهانتها في أبسط الأشياء التي تدور حولها، في المناهج، في الأغنية، في الشعر، في الكتابات، في الروايات، في جميع التفاصيل التي تعيشها المرأة هي مصدر إهانة لها، سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. حين تفقه ذلك وتدرك الجمل والعبارات والعادات والتقاليد القائمة على إهانتها طوال الوقت، ستشعر بأنها في بيئة غير صالحة لأن تكون للعيش، غير صالحة لأن تكون يعني لها، غير صالحة لأن تكون إنه للمرأة وجود فيها. يعني هي ما غير موجودة، غير موجودة تماما. مهما حاول الطرف أو الأطراف الأخرى تجميل الواقع، هي المرأة العراقية مسحوقة في المجتمع، وغير يعني غير مصانة على جميع الأصعدة، كلغة، كأفكار، كقوانين. لا شيء يحمي المرأة العراقية، لا في المنازل ولا في الشارع ولا في المدارس ولا في الدوائر ولا في أي مكان. طيب ومن يقول إذا عكس ذلك وضعنا، فهو يعيش في إذا وهم. أستاذة ماسة، إذا وضعنا القانون على جنب، إيه السبب نعم، الرئيسي اللي بيخلي المرأة تعامل بهذا الشكل؟ إذا وضعنا القانون على جنب، بصراحة هو القانون أساساً أيوه مستنبط منين؟ مستنبط من المعتقدات الدينية، ومستنبط من الأفكار التي هي حتى ما قبل الدين، بالضبط. حتى ما قبل، يعني هذه الأفكار أصولية، يعني هي متجذرة، مو اليوم والبارحة انبنت هذه الأفكار. هذه أفكار قديمة، مجرد تقولبت وتأطرت وتزورقت وتنمقت بطرق تجعل المرأة يعني أنه هي تفكر أنه هذا مصلحتها، لكن حين تخرج من هذه القوقعة ومن هذا الوهم، ستدرك بأن هناك كمية كبيرة لا.
من الضلالية تستخدم تجاه المرأة وتضليلها بها طوال حياتها، وعلى أنه هي شيء مصان ويجب دفنه ويجب حفظه في مكان معين ويجب حبسه في البيت وعدم يعني السماح لها أن الحاجات تفكر اللي وأن حضرتك تقول. الحاجات الأسفل المقاطعة، بس الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي مصدرها ارتباط القوانين في الدول الإسلامية بالشرع الإسلامي. فيعني حتى كل ما أكيد عددتي الآن هي مشاكل موجودة في الشرع الإسلامي لا يستطيع الرجل القانون أن يخرج عنها. فهي دي المشكلة، احنا في مصر بنحارب ده، تونس عدت مراحل في هذا الأمر. يعني النهاردة الحقيقة كان في حوار، وكانت سيدة تونسية بتتكلم عن التقدم الغير عادي في القانون، لأن هم فصلوا الأمر عن الأحكام الشرعية اللي يعني بيحطهم في إطارها المشرع الديني مش المشرع القانوني فقط. الاثنين مع بعض، الاثنين اندمجوا مع بعض في السنين الأخيرة، في العقود الأخيرة في العراق، فأنتجوا قوانين مقامة على المرأة، قاسية للمرأة، في نعم إقصاء للمرأة من نعم المجتمع. هي كملوا بعض مع، بالإضافة إلى الشريعة الإسلامية والدينية، وبالإضافة إلى القانون، هناك عرف، هناك فكر عشائري في العراق. نعم هذا كان له دور الأكبر في أن يعني يتم قمع المرأة وقولبتها بشكل مريض جدا، ويعني تصغير حجمها إلى الدرجة أنه هي ما تبين في المجتمع، إهانتها بكل الطرق. هناك مشاكل عشائرية تجاه المرأة يمكن أن تصيبك يعني بالدهشة وفي بالصدمة أكثر من الشرائع الإسلامية أو الدينية. يعني عندنا قوة أكبر على أنه هو يسيطر على الفكر والأيديولوجيا العراقية أكثر مما سيطرت الشرائع أو الأحاديث أو الأحاديث المضللة أو التفسيرات الغير صحيحة إلى آخره. كلها أدت بالأخير إلى أن تجعل المرأة في مرتبة ليس ثانية حقيقة، في مرتبة جدا دنيئة جدا، طيب وكل شيء حولها ينظر إلى أنها شيء دوني يعني طيب وقليل. خليني أقول لك إنه معانا الأستاذة رحاب بسيوني النهاردة، فهي أيضا نشطة حقوقية ومصرية، فأحب إنها يعني يبقى عندها فرصة تسألك لو في حاجة بالتحديد عايزة تسأليها على هذا الموضوع. أستاذة رحاب تفضلي. الحقيقة أنا مش مندهشة خالص من اللي بتقوله، يعني حاسة إنه حياتنا متشابهة تماما زي ما قلت مع الأستاذة أبرار. الحقيقة بس أنا كنت معتقدة إن الأمر مش شديد، تشابك العشائر موجود بالصورة دي، كنت أعتقد إنه موجود أقل من كده في العراق. فبالنسبة لي حقيقي يعني هي مفاجأة، بالنسبة لي مفاجأة كبيرة إن المشهد، تشابك وجود العشائر بقوة في صادرة المشهد ده، بالنسبة لي حاجة مفاجأة كبيرة جدا. يعني الحقيقة ما عنديش أي حاجة غير إن أنا أقول إنه ما فيش فرق كبير ما بين ما تعانيه المرأة العراقية وما تعانيه المرأة المصرية ومعظم النساء في المنطقة العربية الحقيقة. وطبعا للارتكان لتفسير شرعي من آلاف السنين، من 1400 سنة، بغض النظر حتى ما حدش بيحاول يعمل يفكر إنه يفصل ده، اللي من يؤمن يؤمن ومن يبحث عن الحياة المدنية يبحث عن الحياة المدنية، كأن مجبر العالم كله أن يقوم بنفس النظرة الأحادية للأمور. دي أزمتنا الكبرى بمنتهى الوضوح. يمكن فعلا زي ما حضرتك قلتي تونس تجاوزت هذه الأزمة حين جعلت العبادة أمر شخصي جدا وتركت الحياة المدنية للحياة المدنية، وكل واحد له القدرة على الاختيار، لديه حرية الاختيار من يحيا هكذا أو يحيا بالشريعة، كل واحد يعيش بالطريقة اللي تريحه الحقيقة. بس فنتمنى إن احنا نوصل لده. أستاذة رحاب، بس كمان في تونس هم غيروا في شكل القوانين الدينية المسيطرة، فبقى صحيح الزواج من واحدة وبقى في ميراث مشترك، ويعني هم عملوا حاجات تغير هذا الشكل وأخدوا فيها باع طويل، وكل المحبة لأهل تونس صحيح إخواتنا. أمين يعني بقية البلاد تنتهج هذا المنهج. أستاذة ماسة، أنا حابة أسألك على، طبعا يعني أنا مع الأستاذة رحاب إنه
موضوع العشائر ده كان صادم ليا أنا أيضا، وواضح إنه ليه تأثير كبير عليكم. إيه الأدوات اللي أنتوا بتستخدموها الآن حتى إنه يكون ليكم صوت، أو إنكم تغيروا قانون من القوانين، أو وخاصة القوانين المتصلة بجرائم الشرف بالشكل ده اللي أنتوا بتسموها جرائم غسل العار، مش كده؟ نعم، غسل العار. نعم. حقيقة أحب أضيف إلى دهشتكم أنه الفكر العشائري مسيطر على العراق بنسبة 70% أكثر من الفكر الديني. واو. إذا تجين الواقع، أمم. الواقع المرير اللي خالي من الفلترة، الفكر العشائري مسيطر على العراق والأيديولوجيا العراقية أكثر من الفكر الديني. الفكر أمم. الديني ممكن في تسلل إلى الشريعة، تسلل إلى تشريع القوانين ممكن، نعم. لكن في كثير من القوانين وأولها 409 المادة من القانون العقوبات العراقي هي تشرعت على أساس عرف وليس دينية. لأن في الدين لا يوجد قتل الزانية ولا يوجد قتل الزاني، يعني ممكن جلدهما ده فعلا. لكن قتل لا. حتى نوضح الأمور، في العرف العشائري لا، قتل مباشر، نعم. وعقوبة المجرم هي 3 سنوات وربما إلى تصل إلى 6 أشهر، نعم. وربما يعني يتوقف تطبيق العقوبة ويطلع يعني حر، لأنه هو رجل وتم تطبيق القانون والقانون بصفه، وقتل الزانية التي دنست شرفه وعرضه ومن غيرها من الكلمات المقرفة نعم. التي أودت بحياة الكثير من الفتيات والنساء، وأغلبهم لا يمت الأمر بأي صلة بالشرف ولا بالجنس، صحيح. أغلبهم تم قتلهن لفلانة قال، نعم. وفلانة لن يرضى عنهن، وفلانة حب ينتقم، وفلانة لبست كذا، فلانة ارتدت ملابس نعم. لم تعجب المنطقة، فلانة ارتادت كذا مكان لم يعجب. يا الموضوع كله متمحور بالقبيلة وما ترغبه رجال القبيلة، لا وجود للنساء في الأمر، لا وجود لخطايا النساء، الخطية الوحيدة في الأمر أن هناك نساء يتعاملن مع نفسهن على أنهن نساء وليست أشياء يتم تحريكها من قبل الفكر القبلي أو الفكر الديني. يعني بيطالبوا بحقهم في الحياة، فجرائم الحق الشرف، العادي. نعم يا نعم وفي نساء عايشات يعني مجرد بديهيات الأمور، يعني أن يحبون يتعلمون، يحبون يعني يعيشون قصة حب ويختارون الشخص اللي يكمل حياتهم، يعني يكملون نعم. وياه حياتهم. يعني تخيل أنه فكرة أنه هي تختار شريكها المناسب هذا شيء مرفوض بالفكرة العشائر، ممكن تقتل، وهذا ما حدث مع دينا. دينا اختارت شخص ما قبلت عليه العائلة، فتم اضطهادها وتم حبسها وتم تعذيبها لأجل أن تراجع عن هذا القرار. بالتالي ما عرفنا دينا قتلت أم انتحرت، لأن الأمر يسوده الغموض ولا نستطيع أن نجزم بالأمر حقيقة، وانطوت القضية والجريمة تحت مسمى الانتحار. لذلك نحن اليوم إجابة على شطر الآخر من السؤال ماذا تفعلون لتغيير هذا الأمر، نحن لنا الميديا والرأي العام ولا أحد يستجيب من الدولة، لا هنا ليس هناك أي استجابة صراحة ولا يوجد أي اهتمام لمطالبنا، دائما تقابل بالتجاهل وعدم الاهتمام وربما الاستهزاء، وأن دولة بطرانات بالعراق يقولون أنه يعتبرون حتى في المشاكل السياسية أنه مشاكل الرجال أهم من مشاكل النساء، يعني على مستوى السياسي نعم. يعتبرون أنه مشاكل الرجال في الشارع العراقي أهم من النساء. الرجل العراقي في الشارع العراقي الذي هو متضرر من الحكومة يعتقد بأنه هو له فوقية على النساء في مطالبته في الحقوق، وهذا رأيناه بأم عيننا بصراحة. طبعا. لذلك مطالبنا تقابل كل يوم بنوع من السخرية ونوع من الاستهجان وشيطنة الحركة وشيطنة مطالبنا البديهية. أنا حتى لا أستطيع أن أقول بأننا وصلنا لمرحلة نستطيع أن نقول بأن نحن الحركة تسميتنا كذا، نحن مجرد نطالب بحق العيش، بحق البديهيات، أن نمارس البديهيات بكرامة.
لا يتم سلب حياتنا لأجل فلان لم يعجبه، لأجل رجل قبيلة أو فكر من 1400 سنة، أو رجل وضع قوانين لا تمت بصلة بي وبحياتي وبخياراتي وبخيارات الفتيات في هذا العصر وفي هذه الحقبة الزمنية. نحن نطالب بأن نعيش بكرامة لا أكثر، حتى هذا الأمر لم يتم الاهتمام أو الالتفات إليه. نطالب بتغيير المواد القانونية السامة التي سممت وقتلت الكثير من الفتيات ودمرت حياتهن. نطالب بإلغاء المادة غسل العار لأنه البنات انظلموا بيها. لم يتم قتل الفتيات لفكرة الجنس، التي أنا أساساً لست مع أن يتم قتل شخص لأنه مارس شخص شيء أساسي من متطلبات الحياة، يعني الجنس أو غيره. ليس من العدل أن يتم قتل الإنسان لأنه مجرد يملك عضو تناسلي يختلف عن الآخر فيتم معاقبته بالموت. ليس من العدل وليس من الطبيعي أن يتم قتل النساء لأنهن يخطئن. لا أحد يموت لأنه يخطأ، لا أحد يقتل لأنه يخطأ. ليس من العدل أن يتم هذا الشيء بغض النظر عن نوع الخطأ الذي تقوم به المرأة. فما نحن نريده هو تغيير المواد وإلغاء مواد بالكامل، لأن ليس حتى ما بها مجال إنه هي تتعدل. مواد ضد الطبيعة البشرية وضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان. وهذا ما أودى بحال العراق إلى حالة يرثى لها الآن، ومجتمع متفكك جدا، أسر تضم القهر والكبت والعنف الأسري، وأطفال مشردون وتائهون، مراهقين يميلون إلى الانتحار، نساء منتهكات ومغتصبات في بيوتهن. سفاح المحارم طبعا هذا شأن آخر، رادلنا حلقة كاملة نحكي به. الوضع مزري جدا، ويجب أن يعني يلتفت الجميع له، ليس بنا فقط وكم شخص طيب يعني متعاون ناسا، أو داعم لمطالبنا. يعني زي ما وعدتك، احنا هنكون هنا بنقدم صوتكم، فأنا وعدتك إن احنا نعمل حلقة خاصة للمرأة العراقية، وده اللي هنعمله فعلا شكرا جزيلا. وهنخطط ليها. وشوفي يعني ربنا بيقول إنه ليس خفي إلا ويستعلن، وعايزة أفكرك وأفكر النساء العراقيات النهاردة إنه المرأة السعودية كانت فاكرة إن مش هيكون لها حل ومش هيطلع لها صوت، لكن إصرارهم على إنه صوتهم يطلع حصل. فأوعوا تيأسوا، لأنه لا طبعا، يعني برضو ربنا بيقول إنه سيجد لكم مخرج له في الموت، يعني في الحياة. احنا متأكدين راح نوصل. نعم صحيح، لأنه المرأة دائما تجد طرق لتعيش بها. يعني المرأة دائما في أحلك الظروف تجد طرق لكي تعيش، لأنه هي عبارة عن منجم من الحياة. لا تستطيع أن تموت المرأة، لا تستطيع أن تموت حتى وأن قتل، يعني حتى وإن يتم قتلها يبقى اسمها وتبقى ذكراها يعني بيننا. كثير من الفتيات فقدناهن وما زلنا نذكرهن في كل حادثة تتكرر، سواء قتل أو سواء حرق أو انتحار. هن معنا، يعني هن الدافع، هن وقود الحركة التي لن نتوقف عنها يوما. أشكرك يعني عزيزتي، وربنا يباركك ويعزيكم في وفاة أختكم ويعزينا جميعا، ويعطيكم سبيل حياة وطريق حياة في المستقبل. وإلى اللقاء معاكي في حلقة خاصة قادمة. أشكرك أشكرك أستاذة رحاب. يعني الحقيقة الصوت اللي سمعتيه وكل الألم ده، يعني واضح واضح مدى المعاناة اللي بيعانوها. يعني احنا قدامنا دقايق قليلة، لكن حب قدامنا تقريبا 10 دقايق، حب أسمع رأيك، واتمنى يعني انه يكون في كلمة رجاء أيضا. الناس دي محتاجة انها تتشجع، ما تسكتش. بالضبط. خلينا ابني على اللي قالته الأستاذة، ان احنا بس مش محتاجين كمان تغيير القوانين، لكن احنا كمان محتاجين عقد اجتماعي جديد، ان المرأة ما تترباش على انها من وهي صغيرة الطريقة اللي بتتربى بيها الأم بتربي بيها بنتها، وكأنها بتعتذر للعالم عن إنجابها بنت.
فبتبدأ تعلمها نفس التعليم اللي هي قاست تعبت منها، إنها عورة، إنها ضعيفة، إنها تعد إلى مستنية ابن الحلال زي ما بيتقال بالبلدي. الفكر ده أصلا في التنشئة جزء من الأزمة، لأن المرأة بتعاني مرتين، مرة عشان تخرج من الفكرة اللي اتربت عليها عشان تشعر إن ليها حق، والمعاناة الأخرى إن المجتمع أساسا سالبها هذا الحق، فبتبقى بتواجه على جبهة داخلية إزاي هي اتربت. وأعتقد إن معظم نساء العربيات اللي طالبنا بالتحرر مروا بهذا الضغط العصبي الداخلي بالطريقة اللي اتربوا فيها، إنها عورة، إنها لو خرجت هي كاشفة، هي مغرية، هي لو حطت بيرفيوم هي مزانية ملعونة، طول الوقت العرض ده لدماغ النساء الفكرة دي، فبتقبل وترضخ نظر للتربية اللي هي اتربتها. فالمجتمع بيسهل التحكم فيها تماما، بيكون يعني من السهل جدا مشاعرها بالذنب انها الازمه، وبعد كده بيكون سهل جدا المجتمع، ما حدش هيسيب مكتسباته، هو عاجبه ان الست تدنها في الاطار ده، انها يتم تم التحكم فيها، وان كل اللعنات تكون مصبوبه عليها. احنا ما هو جيل محتاجين بيربي جيل، جيل بيربي جيل، بس ونفضل كده في الدايرة يعني. بالظبط لكن يعني حقيقي هناك نماذج الآن من النساء اللي بيقاوموا ده، حتى ولو كان الأمر شكله مظلم في بعض البلاد. يعني أعتقد مثلا إن اليمن برضو فيها جرائم شنيعة زي كده ضد المرأة دي، يعني ما فيهاش كلام. ملف اليمن مصيبة زواج القاصرات ده لازم يتفتح، أتمنى حضرتك تعملي حلقات عنه، مش حلقة، لأن في أستضيفك كارثة في طبعا، اليمن. إحنا يعني تحت عملت أمرك. حلقات كثيرة عن قصص بعينها في اليمن ومشاكل اليمن مع زواج القاصرات، لكن كل يوم عندنا كارثة. واحدة، كل يوم عندنا لا حاجة. ده بيع، يا ده بيع وشراء. يا ده بيع وشراء، يعني الأزمة كلها إنه بيتصرف عادي جدا كأنه الإنجاب لك حق إنك تتحكم فيهم، ده المفروض أنا أخشى يأتي يوم نعم إنهم بيبيعوا أعضائهم نفسها، نعم مش بس إن أنت تبيع بنت صغيرة قاصر. في كارثة في اليمن حقيقية لما الواحد بيشوفها فعلا قلبه بيتكسر، المرأة العربية تعاني وبشدة يعني الحقيقة. انا مش يعني ما كنتش عايزه اتطرق للمسميات في التشريع الاسلامي بقى، للمسببات اللي يعني وراء الجرائم اللي بيعيشوها بنات العراق. واحنا معانا الاستاذتين، هم بنتين مسلمات عايشين في العراق، دي حياتهم، وهم الدين حاجه والحياه اللي هم عايشينها حاجه بالنسبه لهم. لكن الواقع إنه الأصول الحقيقية لكل المشاكل دي هي أصولها التشريع، يعني ارتباط التشريع بالقانون بالشكل ده، وكون الراجل قوامته تعطيه ملكية، دي مشكلة كبيرة. أنا عارفة إن حضرتك بتتكلمي في الموضوع ده كمان، فلو تحبي انا تعلق. اتكلمت، انا موضوع القوامة ده بقى احنا عايزين نفرد له، لانه وهم تم وضعه، او كذبة كبرى الحقيقة تم وضعها على ان الراجل يجب ان يهيمن بحكم ما يصرف. الحقيقة الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان في ناس بتاخد اجزاء من الشرع وتبروزها وتضخمها وتحطها كده، من هو كده على طريقة هو كده ما هو يعني. يعني القوامة، الرجال قوامون على النساء، ما تقدريش تغيريها، مش لا هنقدر ما هو نحول لما المعنى. تفككها هو ده حقيقي، بس التفكيكة نفسها بإيه؟ هما قوامين بإيه؟ لا، ما فهتيجي هو مش باللي تطبقي هيصرف الشروط. بيه يا استاذة رحاب. انا اقصد حاجة، لا يعني الحق انا اقصد حاجة معينة، انه عندما يعطى تصريح على اطلاقه هكذا، والفكرة نفسها هتقول لي قوام بإيه؟ هقول لك قوام ليه؟ يعني الفكرة نفسها. فإحنا دلوقتي عندنا وجه هذا القانون اللي وضع في الشرع، أتفق نتائجه الحقيقة، نتائجه مزعجة، هي دي النتيجة. أتفق جدا، وخصوصا لما يكون أنت في مجتمع مختلط وفي أديان مختلفة وتحتكم لدين واحد بس، هو ده برضو يعتبر نوع من أنواع الظلم والعوار الحقيقة. فعشان كده بحس إنه العدل الوحيد إن يكون في أحكام مدنية والناس تعيش حياتها الإيمانية بطريقة خاصة جدا كما يحلو لها، ولكن لازم يكون في طرق مختلفة للحياة، مش فقط هو طريق واحد لازم كل الناس تتجبر عليه، لازم الناس يكون عندها اختيارات، مفيش حرية بلا اختيارات الحقيقة. أي عارفة حاجة يقول إن في حرية بلا اختيارات تبقى كذبة كبرى يعني الحقيقة. يعني الأمر يختلط جدا على الناس بقى، حتة خلط التشريع بالقانون،
حياه الناس زي ما حضرتك قلتي، ناس من اديان مختلفه. يعني لسه امبارح سمع موضوع الاستاذه هاله صدقي، يعني انا بقول بسمي باسمها لانها قالت عامله فيديوهات على الموضوع ده، وهي اللي اعلنت وهي اللي حطت الورق. بس الامر مضحك جدا انها مسيحيه وجوزها عايز يطلبها في بيت الطاعه، فهي ردت في مقابله يعني بتقول لهم ايه، هو انا اسمي هاله محمد جورج، يعني في ايه؟ يعني المسيحيه ما فيهاش بيت طاعه، ولكن هذا الخلط، القانون اللي عايز يمشي على الكل يعني حته واحده كده، يعني شيء مضحك جدا في امر، وشيء محزن جدا في الامور اللي احنا بنشوفها النهارده ده. فمعرفش حضرتك سمعتي الموضوع ده ولا لا؟ لا الحقيقة أنا بالنسبة لي هعمل سيرش عليه بعد الحلقة، أنا أول مرة أسمعه ما سمعتوش قبل كده. بس الحقيقة الأمر محزن ومضحك في نفس الوقت، يعني السيدة مسيحية بتحتكم لشريعتها، ازاي اقول لها بيت الطاعه؟ ده احنا نفسنا يعني بدأين نرفض الفكره، بيت الطاعه ايه؟ يعني اللي هو شيء لا يجوز ولا يليق يعني تكون عليه من ذره وتم انها تتبعت لها في بيت الطاعه. يعني حضرتك متصوره مش كفايه مثلا انها تكون سيده فاضله وتكون نص شهاده حد يعني ما كملش تعليمه، ده احنا حتى مش عايزين نناقشه، لكن الازمه كلها ان تكون سيده من جيل اخر. لا مش دلوقتي، على الاقل في حلقه يعني ما احنا قدامنا دقائق يعني عايزين الموضوع حقه. يعني فمتصورة حضرتك يعني سيدة من دين آخر يتم التطبيق عليها؟ لا والله كده عارفة هقول حاجة أخيرة في الموضوع ده، احنا قدامنا 3 دقايق، بس عايزة أقولك حاجة مدهشة جدا وأقولها للجماهير كمان، إنه شيخ الأزهر طلع قال احنا ما عندناش بيت طاعة، ولكن القانون ما زال يعمل بفكرة بيت الطاعة. طب ده يعني ده الأسبوع اللي فات، ده لسه الأسبوع اللي فات، والست يعني لسه وصلها الورقة من يومين. ما علينا، نعمل لهم حلقة في الموضوع ده. إن شاء الله أتمنى يعني. أنا بشكرك على حضورك معايا النهاردة، وأنا عارفة إن الموضوع كان سريع بالنسبة لك، لكن كرمك إنك تكوني معايا والأستاذة أبرار والأستاذة ماسة النهاردة. إحنا يعني أنا سعيدة جدا إنكم كنتوا معايا أنتوا الثلاثة، وخاصة حضرتك طبعا. أشكرك وعلى وعد إنك تكوني معنا في حلقة جديدة. أكيد ده يشرفني، وأنا ممتنة جدا للفرصة العظيمة اللي خلتنا نتكلم امبارح وأطلع مع حضرتك النهاردة. الحقيقة ميرسي جدا 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 ليكي، وميرسي جدا لكل فريق العمل، واللي تكون سعيدة. ميرسي جدا ليكم. أمين. أشكرك رائعة. أشكرك، إلى اللقاء. أحبائي يعني عايزة أقول إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إن إحنا نقف في الثغر من أجل بعض. عارفين يعني إيه نقف في الثغر؟ يعني أي خرم بيدخل منه العدو لازم نقف ونسده. إحنا بقى هنقف ونسد ده بالصلاة من أجلكم. هنصلي إن الله يشفي شعب العراق ويحرر نساء العراق ويغير الموقف، لأنه الحقيقة يعني الضغط على المرأة في العراق يعني الحقيقة يعضل حياة الرجل نفسه. في يوم من الأيام ستشعر بهذا الألم، في يوم من الأيام ستندم على هذا الألم، لأنك لا تعطي فرصة لشخصيات جميلة سوية قوية مثقفة. يعني الستات دول اللي انتوا ما بتسمحوا لهمش بالتعليم بيعلموا نفسهم. فإحنا بنصلي من أجلكم، وبنصلي إن الله يغير هذا الأمر، وبنعزي بنات العراق في أختنا دينا، وبشجعكم إنه أنتوا تكملوا وتقفوا وتجتمعوا وتتصلوا ببعض، وصوتكم حيوصل وحيتسمع، والله حيغير الأمر. أشكركم وأشكر كل اللي عملوا معنا مداخلات النهاردة، وأحبائي مشاهدي برامج المرأة المسلمة، إحنا سعداء لكونكم معنا. بتبسط لما بتوصلني رسائلكم وقصصكم، وأعدكم بحلقات مماثلة قريبا. إلى اللقاء.